هنا كرة من أشرف داري يلعب لجيبور، جيبور الصورة أمامكم، جيبور في غفلة من المدافعين سدد قوية، يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا جيبور وعلى روعة هذه التسديدة، وافرح يا جيبور. أمام ياسين الحاد، هل يعود جيبور وهل تعود أهداف جيبور؟ أمان الكلمة ستكون للحارس ياسين الحاد، إذا بوسليم سيعطي الإشارة لتنفيذ ضربته الجزاء. جيبور الليبير يتقدم، جيبور يتقدم، جيبور جول، الوداد يتقدم من علامة الجزاء، الوداد يتقدم من علامة الجزاء، والوداد نعم عينه على النجمة الثانية، 1-0 الليبيري ويليام جيبور، عودة جات بالهدف، عودة مع عودة الأهداف يا جيبور. هو الليبيري نعم لم يبتعد كثيرا عن الكرة، الحارس في جهة والكرة في الجهة المقابلة، 1-0 نعم أفضلية للفريق الأحمر المتعود على اللعب بالمجمع الرياضي لامير مولي عبد الله. ذكرت بان هذا بيت الوداد، لا اختلاف بين الرباط وكازا، الوداد حتى لو يلعب في الشرق في الغرب في الجنوب في الصحراء، يلعب في النهار يلعب في الليل ما عندوش مشكل، دائما حاضر بالمجموعه دائما حاضر. على مود ويليام جيبور الذي يبحث على ان يصول ويجول جول، ويليام جيبور النجم الليبيري ابن مونروفيا اليوم يصنع الهدف ويسجل الهدف، الهدف الذي عانده لأسابيع كثيرة ويليام جيبور، والنتيجة 2-0 يا سادة يا كرام. الوداد في القمة بتسجيل هدفين، تصبح النتيجة 2-0. ممكن نشوفوا الإعادة للهدف، الهدف جاء بشكل ممتاز جدا، استخلاص الكرة في خط الوسط وتمرير ويليام جيبور الذي تعامل معها بما يكفي من الجدية ومن الخبرة. هنا عمل كبير لصلاح الدين السعيدي، السعيدي هو الذي افتك الكرة ومررها لويليام جيبور الذي سدد هذه الكرة وسعاد طريق التهديف. 10 الحكم السافيراتي ممتاز، ممتاز خطيرة والهدف. الوداد يسجل الهدف الأول في حدود الدقيقة 18 من تلك الزاوية، كانت رجله جد مركزة أحرجت الحارس السنغالي، وجيبور الخناص كان في المكان المناسب. جيبور مرة أخرى يعود، هل يمكن أن نلقب البنزرتي بالساحر؟ هل يمكن أن نقول للبنزرتي بالساحر؟ عادت البسمة لعناصر الوداد وسجلت الهدف المبكر وعادت الوينرز واليترا فريق الوداد البيضاوي مرة أخرى للاحتفال. نتابع هذه المحاولة، كان وجد صعوبة بالغة الحارس باب دياتا، كان وجد صعوبة بالغة، ودون أن ننسى التمريرة الممتازة لسعيد في اتجاه ويليام جيبور الذي كان في المكان. وهو نفس الأمر يتكرر مع دخول واتارا، ما كان اللعب عبد اللطيف نصير بينما جيبور، جيبور حفار القبور، يا حفار القبور يا جيبور، عدت لتزور الشباك يا جيبور، عدت لتزور الشباك يا جيبور، بلمساتك بفنياتك بقذيفتك يا جيبور، خطفها جيبور، فاجأهم جيبور، سددها جيبور في المرمى يا محمد يا مسيف، كما لقبتك يا جيبور. ألا تتذكرون، هل تتذكرون قبل موسمين عندما قلت جيبور حفار القبور؟ هو يزور جيبور الشباك الرباطية بمراوغة بلمسة
ويليام جيبور، ابراهيم النقاش مع دايو، جيبور ودايو، نقاش تحرك القائد وجيبور في تسديدة تمر بعيدة تماما. مباراة ملعوبة، الكرة جول، راية بوجود التسلل بسبب ولأي سبب. هنا كان دفع على قلب الدفاع، مش عارف هنا الكرة هل خرجت ولا عادت ولا دارت ولا استدارت، مش فاهم شيء. لماذا ألغي الهدف؟ لماذا ألغي الهدف؟ إذا واحد ينمساوي إلى جيبور وجيبور للتسديدة، يا سلام يا جيبور، سدد على طائر. في وقت واي وقت، والاحتفاليه كبيره في مدرجات الملعب الدولي في مدينه مراكش.